Evaporation, condensation, precipitation, accumulation. Have you ever wondered what makes rain though? Let's learn how does rain form. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم احبائي طلبه وطالبات الصف الثالث الابتدائي في الدرس الرابع من الوحده الثامنه Unit 8 Lesson 4 واللي هو بعنوان The Water Cycle دوره الماء حتكون من ماده الساينس العلوم، صديقنا دريبي بيتكلم وبيقول: هل تعلمون من اين ياتي الماء؟ ان الماء ياتي من المطر ولكن كيف يتكون المطر؟ وهذا ما سنعرفه في هذا الدرس وما هي مراحل الوتر سايكل دوره الماء. اسم دوره الماء اسمها دوره وهذا يعني انه ليس لها بدايه وليس لها نهايه، يعني ما اقدرش اقول اني المرحله دي هي الاولى والمرحله دي هي الاخيره، ولكنها هي دوره مستمره لا تنتهي. بتبدا باول حاجه بالايفابوريشن التبخر ثم الكوندنسيشن التكثيف ثم البريسيبيتيشن هطول المطر ثم مرحله الاكيوميليشن التجميع حنبدا اولا بقطعه الاستماع واللي هنشرحها بالتفصيل بعد ذلك ان شاء الله بعد الشرح بمجرد ما تعيد استماعها هتكون فاهمها بنسبة 100% نبدأ مع بعض على بركة الله Our planet, Earth, Is called the blue planet because there is a lot of water. Plants and animals need water. Water on our planet moves all the time. This is the water cycle. The rain falls from the sky. The water goes to the sea, rivers and the earth. The sun warms the sea and earth and the water becomes water vapor. It goes into the sky. This is called evaporation. Then the water vapor comes together to make clouds. This is called condensation. The wind blows the clouds in the sky. When the clouds become very big and heavy, this makes rain. The rain falls on the sea and earth, and this is called precipitation. The water goes into the earth, rivers, and the sea. This is accumulation. Then the water cycle starts again. نبدا باول جزء اور planet Earth Planet بمعنى الكوكب واور planet كوكبنا اللي هو اسمه ايرث الارض خلي بالي هنا من التي اتش بتنطق شبه الساء في اللغه العربيه ايرث يبقى ادي مجموعه البلانيتس اللي احنا درسناهم السنه اللي فاتت واهو من بينهم اور planet كوكبنا واسمه ايرث Our planet Earth is called كوكبنا الأرض is called بمعنى يسمى أو يدعى أخلي بالي هنا من حرف السي بيجي بالساوند كي وعرفنا السبب من شرح الفيديو اللي فات إن حرف السي لو جاء بعده آي أو إي e أو واي أحد الحروف الثلاثة دل بيتم نطقه بالساوند إس أما غير ذلك فيتم نطقه بالساوند كي زي الكلمة اللي عندي دي is called يسمى the blue planet الكوكب الازرق. طيب ليه سميناه بالكوكب الازرق؟ لان احنا عارفين ان الكره الارضيه مقسمه الى جزئين جزء يابس وجزء ماء. والاغلبيه 71% من سطح الكره الارضيه تكون من الماء والتي هي باللون الازرق. وعشان كذا سمي بالبلو بلانيت، الكوكب الازرق زي ما انت شايف. وعلى كوكب الارض بتعيش الحيوانات والطيور والانسان ايضا. بلو بلانيت الكوكب الازرق. because السبب اهو اخلي بالي هنا من حرف السي بنطق بالساوند كي because there is اخذنا there is بمعنى يوجد او هناك a lot of water اخلي بالي هنا من كلمه of دي هنا الاف بتنطق بالساوند في وليس اف لو انا قلت اوف يبقى انا هتديني كلمه تاني اللي هي اخذناها في الوحده السابعه بمعنى اوف يطفئ او يغلق a lot of water هنا الدبليو بتنطق بالساوند و وزي الواو شبه اللغة العربية water يبقى يوجد كثير من الماء بلانتس and animals and these are plants and animals اللي انت شايفه ده plants اللي هو بتشمل trees والflowers وكل أنواع النباتات هنا دي بسميها tree هي نوع من أنواع النباتات هنا عند الانيمالز اللي خدناها النصف العام الأول جراف وزبرا وهيبو لايون وهكذا ودي كلها بسميها animals plants and animals need water need بمعنى يحتاج بتحتاج إلى إيه الماء water on our planet الماء على كوكبنا moves all خلي بالي هنا من حرف الاس بالساوند زد وهنا الاي بديني ساوند الاو all. all moves all the time يتحرك طول الوقت This is the water cycle. العملية دي احنا بنسميها water cycle دورة الماء. خلي بالي هنا من كلمة cycle هنا حرف C جا وراء Y بينطق بالساوند S أما C جا وراء L بينطق بالساوند K. نكمل بعد كده The rain falls from the sky. Rain المطر falls from يسقط من أو ينزل من هنا خلي بالي من حرف الـ A الساوند بتاعه O falls from the sky يسقط من السماء زي ما انت شايف في الصورة اهو دي rain و falls from the sky يسقط من السماء the water goes to the sea rivers and the earth الماء goes to يذهب الى خلي بالي من الساوند الاس بالساوند زد حرف الاس بالساوند زد goes to يذهب الى سي البحر هنا الـ EA أخذناها في الترم الأول long آي سي البحر يبقى المية اللي بتنزل على هيئة مطرة من السماء دي بتروح فين؟ إلى البحر وبتروح إلى الأنهار وبتروح إلى the earth اليابسة هنا أنا عندي the river وهنا سي the sun الشمس warms the sea and the earth and the water becomes water vapor هنا بيقول لي الشمس ورمز تسخن أو تدفئ البحر واليابسة البحر واليابسة والماء بيصبح water vapor بخار ماء وزي ما انت شايف عندي هنا في الصورة آدي the sun warms بتسخن البحر عندي the earth والأرض والماء بيصبح water vapor بيصعد إلى السماء It goes into the sky. It هنا عايد على مين؟ على water vapor It هنا يقصد مين؟ يقصد بخار الماء. It goes into هو بخار الماء يصعد الى the sky الى السماء. This is called evaporation. هذه العمليه بتسمى عمليه التبخر evaporation. اخلي بالي من مقطع T I O N ده دايما بيديني صوت شن. وزي ما انت شايف في الصوره هنا اهو بخار الماء water vapor goes into the sky يصعد إلى السماء وهذه العملية كلها بنسميها evaporation عملية التبخر نكمل مع بعض then أخلي بالي هنا TH بديني sound the then the water vapor ثم بخار الماء الكلمتين اللي دي أحفظهم على بعض water vapor بخار الماء comes together يتجمع سويا هنا أخلي بالي S بديني sound تي TH بديني sound ذا. comes together يبقى ثم بخار الماء يتجمع سويا to make ليصنع أو ليشكل clouds سحب أخذنا هنا الأو يو في الترم الأول بدون ساوند الأو اللي هو أو 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 يو بدون ساوند الأو clouds this is called هذا يسمى condensation بيسمى التكثيف وخلي بالي من المقطع t i o n شن هنا تأتي المرحلة اللي هي بعد التبخر وهي عكس التبخر زي ما انت شايف عندك هنا الوتر water vapor comes together بيتجمع سويا ويكون ايه clouds السحب وهذه العملية بخار الماء بيصعد ويتكثف ويكون سحب بسميها condensation اي عملية التكثيف بعد ما تتجمع السحب ايه اللي بيحصل the wind blows الرياح blows تهب وتحرك the clouds السحاب in the sky في السماء. خلي بالي هنا الاتش silent. when the clouds عندما السحب become very big عندما هذه السحب تصبح very big كبيرة جدا and heavy وثقيلة جدا. heavy بمعنى ثقيلة. ايه اللي بيحصل؟ this makes rain هذا يكون المطر. نشوف الصورة مرة تاني ادي انا هنا عندي الويند بتبدأ ببلوز بتهب و the clouds in the sky زي ما انت شايف هنا السحاب اللي في السماء ده اول ما يبقى very big and heavy يصبح ثقيلا جدا وضخم ايه اللي بيحصل له this makes rain هذا بيصنع المطر نشوف بعد كده the rain falls on the sea المطر ده يسقط على سي البحر and the earth واليابسة and this is called وهذه العملية بتسمى precipitation بتسمى عملية هطول المطر خلي بالي هنا من حرف السي بدينا ساوند الاس والمقطع بتاعنا اللي بيجي معنا كل مرة t اي او n شن the water goes into the earth الماء يذهب الى اليابسة rivers الأنهار and the sea والبحر بعد ما هطل المطر ونزلت المطرة المية بتاعة المطرة دي بتروح فين بتروح اليابسة بتروح الأنهار وبتروح البحار العملية دي اللي هي عملية تجمع مياه الأمطار بنسميها this is accumulation بنسميها عملية التراكم أو التجميع تراكم الماء أو تجمع الماء then the water cycle starts again ثم water cycle دورة الماء خلي بالي من حرف السي والسي هنا cycle تبدأ ثانية وذي انت شايف عندي هنا rain المطرة falls on the sea ب بتنزل على أو بتسقط على سي البحر وبتسقط على earth اليابسة and this is called precipitation عملية هطول المطر اللي انت شايفها دي بسميها precipitation هطول المطر the water الميه اللي بتنزل دي بتروح فين؟ goes into the earth بتذهب الى اليابسه هنا and the sea وبتروح البحر والعمليه دي بسميها accumulation عمليه التراكم او التجميع ثم تبدا هذه الدوره ثانيه تتكرر الى ان يشاء الله. دي القطعه اللي احنا سمعناها واللي احنا شرحناها بالتفصيل واهو اهم الكلمات احفظ الكلمه بشكل جيد وتحفظ لي الكلمة في جملة، ده هيكون مفيد أكتر، هيقويك في اللغة أكتر. طبعًا إحنا عارفين أهم كلمات في هذا الفيديو اللي هما evaporation وcondensation و precipitation هنبدأ ناخدهم بالتفصيل عشان ما ننساهمش. نبدأ بأول كلمة evaporation، آدي عندي هنا الصن، بتنتج لي heat energy طاقة حرارية. الطاقة الحرارية بتسخن البحر.

الايفابوريشن اللي هي عمليه التبخر زي ما احنا شفنا ان الشمس بتطلع على سطح البحر بيحصل عمليه بخر للماء البحر بيصعد الى السماء على هيئه ووتر فيبر بخار ماء وهذه العمليه تسمى الايفابوريشن بمعنى التبخر كوندنسيشن وهنشوف ايه اللي بيتم في مرحله الكوندنسيشن بعد ما ايفابوريشن تصاعد بخار الماء يتم عمليه condensation التكثيف وفيها تتجمع قطيرات الماء وتكون الclouds السحاب. فلنشاهد مقطع فيديو صغير لكيف تتم عمليه التكثيف. In the sky the water vapor cools and changes back into tiny water droplets. This change of water vapor into water droplets is called condensation and it's the opposite of evaporation. Clouds are made up of tiny water droplets. So when condensation occurs in the sky, clouds form and grow. وفي هذه العمليه بعد تصاعد بخار الماء الووتر فيبر بيتم تجمع قطيرات الماء مره ثانيه وتتجمع لتكون الكلاودز السحب وبنسمي هذه العمليه الكوندنسيشن او عمليه التكثيف ثم تاتي مرحله البريسيبيتيشن وفي هذه المرحلة عند تصاعد الووتر فيبر في عملية الإيفابوريشن التبخر ويبدأ تجمع قطيرات البخار الماء ويحصل لها عملية كوندنسيشن التكسيف تبدأ الرياح في تحريك السحب فتصبح very big and ثقيلة جدا كبيرة وتبدأ عملية البريسيبيتيشن هطول المطر وتبدأ السحب بتفريغ حمولتها من المياه وتبدأ الأمطار سنشاهد فيديو قصير عن كيف تتم عملية البريسيبيتيشن وهذه صورة لتساقط الأمطار من السحب precipitation بمعنى هطول المطر وهو نزول المياه من السحب على هيئة مياه أو على هيئة ثلوج. ثم تأتي المرحلة التالية وتسمى accumulation في هذه المرحلة بعد حدوث الـ evaporation التبخر والcondensation والprecipitation تبدأ المياه في التجمع في الأنهار وفي البحار وفي البحيرات وتسمى هذه accumulation. عملية التجمع او التراكم سنشاهد فيديو دلوقتي قصير عن كيف تتم عملية الايميوليشن وكما تلاحظون هنا هو بعد هطول المطر هناك جزء يذهب إلى الأرض إلى اليابسة وهناك جزء يدخل باطن الأرض وجزء يذهب إلى الأنهار وجزء يذهب إلى البحيرات وجزء يذهب إلى البحار وهذه تسمى عملية الأكوميوليشن أو التجميع أو التراكم وهذه تسمى مراحل الووتر سايكل في هذا الجزء سوف نشاهد ملخص لعمليات أو مراحل الووتر سيكل نشوف البروسيس المرحلة أو العملية What happens وما يحدث في كل مرحلة Accumulation التراكم وما يحدث في هذه المرحلة The water goes into the earth, rivers and the sea الماء يذهب إلى اليابسة والأنهار ثم تأتي مرحلة Evaporation التبخر وفيها الووتر فيبر goes انتو ذا سكاي بخار الماء يرتفع الى السماء ثم مرحله الكوندنسيشن التكثيف يحدث فيها ذا ووتر فيبر كمز together to تو ميك بخار الماء يتجمع سويا ليكون السحب ثم مرحله البريسيبيتيشن الهطول المطر وفيها the water falls on the sea and earth ماء يسقط على او يهطل على او ينزل على البحار واليابسه هذه هي ملخص مراحل دوره المياه الوتر سايكل وبعد ان وصلنا الى هذا الجزء نبدا ناخذ تريحه صغيره او فاصل قصير لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ورجعنا لكم بعد الفاصل القصير ده ونبدأ في حل أول activity The first activity look and complete انظر وأكمل أنا هنا عندي مجموعة من الصور وكل صورة تحتها كلمة ولكن يوجد حرف ناقص أنا محتاج أن أكمل الحرف أنا عندي أول صورة صورة بوتل أند جلاس زجاجة وكوب من الماء طبعا ده بعبر عن الماء الماء اسمه ووتر ساوند وو وده بياتي من الحرف الاي يبقى هنا انا الحرف الناقص عندي حرف الاي الصوره الثانيه بتعبر عن ادي شمس وعلى سطح الميه وفي بخار ماء طالع فدي بسميها عمليه الايفابوريشن هنا اللي ناقص عندي حرف البي بكتب حرف البي ريشن شن مقطع الشن ده بياتي من التي مع الاي مع الاو مع الان يبقى ناقص حرف التي الصوره اللي بعد كده لسحب والشمس عندي فهي دي لمرحلة الكوندنسيشن يبقى كند يبقى هنا ناقص عندي حرف ال D condensation يبقى هنا ناقص حرف ال S الصورة اللي بعد كده بتعبر عن precipitation الساوند الـ S بيأتي إما من الـ S أو من حرف السي C لأن قبله حرف الاي I يبقى هنا أنا أكتب C precipitation وهنا ناقص حرف الاي هنا الصوره دي سحابه وفي مطره نازله بتعبر عن الرين ار اي اي ان clouds هنا الساوند او قلنا بياتي من حرف الاو مع الدبليو او الاو مع اليو هنا او يبقى هنا حرف الاو اللي ناقص عندي هنا انا عندي ياه متجمع داخل النهر فبسميها عمليه التجميع او التراكم accumulation يبقى هنا عندي الساوند الكي بياتي من حرف السي اكوميليشن اكوميليشن يبقى هنا حرف اليو هنا برضو عندي حرف يو تاني باكتب حرف اليو هنا مجموعه من الاشجار متمايله نتيجه الرياح بتسمى ويند يبقى هنا انا ناقص عندي حرف الان ثم نذهب الى activity to look at the pictures and unscramble the letters انظر الى الصور واعد ترتيب الحروف انا هنا عندي صوره وهنا ببدا بحرف الاي دي بسميها عمليه الايفابوريشن او تب E V evaporation ثم الصوره بعد ذلك وعندي حروف متلخبطه هنا بحتاج ارتبها وحبدأ هنا بسهلي بحرف T وهنا سحب وتسمى عمليه الكوندنسيشن بكتب حرف C او. condensation ثم هنا هنا عندي نهر وفي ميه دي بسميها عمليه التجميع او التراكم وببدا بحرف الاي وهذه المرحله بتسمى بمرحله الاكوموليشن او التجميع او التراكم بكتب A C C U M U L A T I O N ثم هذه الصوره بتعبر عن هطول المطر وهطول المطر precipitation ببدا بحرف ال P, P R E C I P I T A T I O N precipitation بأحفظ الكلمات دي حفظا جيدا spelling وبطريقة النطق الصحيحة وبالكتابة ثم نأتي إلى تمرين آخر fill in the gaps with the words from the box املأ الفراغات بالكلمات التي في المربع أنا عندي الأربع كلمات أهو evaporation, condensation, precipitation, accumulation نبدأ بنمبر 1 إن في مرحلة نقط the water goes into the earth, rivers and the sea المياه تذهب إلى اليابسة والأنهار والبحر في أي مرحلة يبقى في مرحلة الأكيميوليشن في مرحلة التجميع نمبر 2 The water goes into the sky المياه تصعد أو ترتفع إلى السماء في أي مرحلة في مرحلة الإيفابوريشن The water comes together to make clouds الماء يتجمع ليكون السحب في أي مرحلة في مرحلة الكوندنسيشن أو التكثيف نمبر فور the water falls on the sea and earth الماء يتساقط على البحار واليابسة وهذا بيكون في مرحلة البريسيبيتيشن precipitation. الاكسرسايز اللي بعده أو التمرين اللي بعده look and tick the correct word انظر وضع علامة صح أمام الكلمة الصحيحة أنا هنا عندي صورة وعندي تو words كلمتين أشوف الكلمة المناسبة للصورة عندي sky وعندي sea هل الصورة دي بتعبر عن sky ولا sea طبعا بتعبر عن السكاي السماء وليس عن سي البحر هنا انا عندي صوره رين clouds رين بمعنى مطر وهنا كلاودز بمعنى سحب ما انت شايف هنا المطر اللي نازل ده ترى علامه صح امام رين هنا عندي صن و earth يا ترى الصوره دي بتعبر عن الصن ولا ايرث طبعا بتعبر عن الايرث كوندنسيشن و evaporation انا هنا عندي التكسيف والتبخر هنا شايف التصاعد لبخار الماء الووتر فيبر فدي عمليه الايفابوريشن التمرين اللي بعد كده ان ذا ووردز تو ميك سنتنسز اعد ترتيب الكلمات لتكون جمله صحيحه انا هنا عندي The Rain المكون الاساسي للجمله الانجليزيه اللي هي الفاعل والفعل والمفعول هنا انا عندي From من the rain المطر sky السماء falls تسقط ذا أداة التعريف ببدأ بالفاعل the rain المطر المطر هي الفعل اللي بيقوم به falls from بيسقط من بيسقط من فين the sky بيسقط من السماء أكتب الجملة the rain falls from the sky بداية الجملة ما ننساش تبدأ بحرف capital capital letter ونهاية الجملة بيكون full stop نروح للجملة الثانية the water into goes the sky vapor أنا هنا عندي كلمة حبدأ بكلمة the water في مكمل لها اللي هو vapor اللي هو بخار الماء يبقى the water vapor بخار الماء الفاعل أو الاسم اللي حبدأ بيه بإيه الفعل اللي بيأتي بعد the water vapor goes into بيصعد إلى بيصعد إلى إلى إيه إلى the sky السماء اكتب الجملة بتاعتي the water vapor goes into the sky روح لنمبر 3 planet the وعندي كلمة earth اللي حبدأ بها الجملة cold is blue انا عايز اقول ان الارض earth is cold يسمى او يدعى خدنا ايه كلمتون دولة is cold يسمى او يدعى بالكوكب الازرق the blue planet يبقى Earth is called the blue planet طبعا بداية الجملة حرف كابتل وفي النهاية فول ستوب لأنها جملة خبرية نشوف التمرين اللي بعد كده Read and choose the correct word اقرأ واختر الكلمة الصحيحة عندي قطعة بأقرأها جيدا ثم أقرأ الجمل وبناء أختار بناء على القطعة اللي أنا قريتها في الأول Our planet أخذناها كوكبنا Earth is called blue planet كوكبنا يسمى الكوكب الأزرق because there is a lot of water لأن هناك كثير من الماء. plants and animals need water. water on our planet always moves all the time. this is the water cycle water cycle دورة المياه. the sun ولا sky ولا earth is our planet هو كوكبنا أيهما sun الشمس ولا sky ولا earth طبعا Earth بحط خط تحت Earth. (نمبر 2) The Earth is called the red ولا blue ولا yellow planet. (الأرض تسمى الكوكب الأحمر ولا الأزرق ولا الأصفر) طبعا بتسمى blue planet الكوكب الأزرق. بعد خط تحت blue. (نمبر 3) Plants and animals النباتات والحيوانات. (need) بيحتاجوا إلى water planet ولا sky طبعا هم بيحتاجوا الوتر الماء. The water moves eats drinks all the time الماء يتحرك ولا ياكل ولا يشرب طول الوقت طبعا احنا خدنا الجمله دي في بدايه الفيديو The water moves all the time الماء يتحرك طول الوقت نشوف التمرين اللي بعد كده look and complete انظر واكمل انا هنا عندي مراحل water cycle دوره المياه عندي evaporation condensation precipitation accumulation ابدا باي شيء ما فيش اشكال آه خلينا نبدا من هنا المرحله دي اللي هي بيتصاعد فيها بخار الماء بسميها الايفابوريشن التبخر ثم بعد ذلك تاتي مرحله الكوندنسيشن التكثيف ثم مرحله البريسيبيتيشن تبخر الماء باجيب بأنسخ كلمه precipitation واكتبها هنا ثم مرحله accumulation التجميع او تراكم المياه وبوصولنا للجزء ده يكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أن يكون شرح الفيديو عجبكم ويا ريت لو الشرح عجبكم ما تنسوش عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة إن شاء الله وعمل لايك للفيديو وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله وأتمنى أني أسمع تعليقاتكم على طريقة الشرح وإذا كان هناك أي تعليق فأحب أسمع تعليقاتكم اذا كان محتاجين اي تجديد او شرح سواء عجبكم او محتاجين تحسين او اي تعليق انت تحب تعلقه فياريت اسمع تعليقاتكم واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته